طريفة، طفل عمره 5 سنوات مصاب بالسرطان، ورم سرطاني، سببه سحر. وهناك أمراض أخرى سببها العين، سببها العين، سبحان الله. فهذا ليش؟ لأن الناس يعتقدون، عياذا بالله، يعتقدون في البشر، يعتقدون في هؤلاء الذين يزعمون أنهم شيوخ رقية، بينما هم سحرة كهنة عرافين. وإحنا قلنا دائما عندما يسألك عن اسمك، اسم أمك، يا أخي خذ نفسك وروح، اتركه، امسك الباب، توكل على الله. هذا ساحر. الذي يسألك عن اسم أمك ساحر. فكثير من الحالات التي صراحة حصلت، فلازم طبعا دم دخلوا بالتفاصيل وبالتدرج بالأمور. واللي ذكر المشاهدين بالرقم اللي على الشاشة 45 29 32 14 48 75 50 20. هاي الأرقام تجبرنا حالا في الاستوديو إلى اتصلتوا بنا وطرحتوا أسئلتكم على الشيخ وعلى أيضا العميد، وأيضا تجبروا بينما الأرقام الأخرى حد يبقى عاقد يتصل بالشيخ يعدل عنده رقية، الرقية الشرعية. استفسارات، أسئلة، طبعا أهم لبس مبين طبعا، ووضح الإعلام ما شاء الله توجه منذ سنوات يوضح مبين الفرق بين طبعا الرقية وكيفية الرقية، والفرق بين الأمور الأخرى الدخيلة على الرقية، والفرق بين كشف اللبس. شفناها مجموعة كبيرة من الفقهاء ما شاء الله والدعاة وأيضا العلماء الأجلاء، واللي كرس الإعلام في السنوات الأخيرة. واللبس ما عندي مثلهم لبس، مثلهم لبس. وطبعا تخبار الاستخارة، وبينت أيضا الاستخارة الشرعية والاستخارة الأخرى بأنواعها الأخرى. وطبعا كيف ما قلت لكم الموضوع أيضا لا يبتعد عن الطرافة. وطبعا معي انتهز فرصة وجود الدوب معي الليلة، وله يسولك عن أهل الخلق وأهل الخيام. اولا انا فخور باستضافتك لي برنامج معنا اللي نعتبر عن ام المذاهب، نقولها نعتبر عنك شخص مميز بكل المقاييس، وانك ما فتريتي حظك من 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 اللي يلا تجبري به اللي تشي كبير، من برامج في الموريتانية ومن برامج في قناة الساحل، كل قناة ما شاء الله جيتي تضيف إضافة كبيرة، وما هم باب الإطراء ولا المجاملة، إنما هو حقيقة مثيلة للعيان يفكك من باس الحساد والمعايير والصحة والمكان. يعني أنا أتشرف تمام الشرف بوجودي مع الشيخ الله يبارك وابن العم الله يبارك، لأن أنا من أصول لمتونية حميرية ويمانية، وافتخر بها واعتز بها كثيرا. وموريتانيا، جمهورية الإسلامية موريتانيا، ترحب بكل إخوة العرب، كل المسلمين، وتفتح أحضانها بكل الخيرين وكل دعاة الخير، خصوصا الذين يحملون مشعل العقيدة والتوحيد، ويضعون على عواتقهم إنقاذ البشر من براثين المعتقدات السيئة. وكل الموريتانيين هم حاملة هذا اللواء. الحمد لله عندنا ناس اللي مضبوطة، اللي ترقب القرآن الكريم، واللي 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 شاهد له القاصي والداني إنها لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا. وكما كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، هناك من يقومون بالشعوذة، وهناك من يقومون بهذه الأمور، والعياذ بالله. ونحن كلنا حصن ودعاة ومحاربون لهذه المسلكيات المشينة التي تضر بالإنسان، لأن من اعتقد بساحر هو كافر طبعا، خرج من الملة تلقائيا. من اعتقد في ساحر أو أتى ساحرا أو عرابا قد كفر بما أنزل على محمد. والشيخ ما شاء الله طيب ذكر، والحمد لله ما شاء الله تشرف بوجودي. الله يبارك فيك، طرافة في الشعر ورغم ونحيي أستاذنا وشاعرنا الكبير والرمز اللي استحق كل خير، الأستاذ محمد كاظم هاشم، اللي قال: الشنقيط مجد توالى عبر القرون وطال، والشعر ينبت فيها بداهة وارتجالا، وإن فيها لشعرا عذبا وسحرا حلالا. الشعر هو السحر الحلال. أرجو أن لا يقوم الشيخ بمحاربة. لا 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 نحارب. لا نحارب، بالعكس إحنا لا نحارب. لا لا بالعكس. الحلال. هذا السحر الحلال سبحان الله ارتبط بالشعر منذ بواكير
أو منذ الغرزانات الأولى التي شهدتها الحجاز وكل البقاع العربية التي ولد بها الشعر في بواكيره الأولى. مثلا عندك عند معتقد عند العرب في حتى أنه في برنامج على إحدى الفضائيات، لا أود أن أذكر اسمها حتى لا يكون ذلك إعلانا مجانيا على قناة الوطنية دون ما حسسنا شيخنا، نقدم له تحية كبيرة في العام كل طاقم الوطنية الحبيبة. شكرا جزيلا. في برنامج على خطى العرب، قالوا على خطى العرب يتقفى ويقتفي آثار الشعراء القدامى من امرؤ القيس الى ابن حجر او ما قبل امرؤ القيس ابن حجر حتى 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 اخر شعراء الجاهليين. يقولون ان هناك اسطرا، هناك غار، من دخل في ذلك الغار اما يصبح شاعر واما يصبح مجنون. وهناك اسطوره طبعا يرجع بنوصل الشعر القديم يقولوا انه وحي من الشيطان، كانوا يقولوا عن لكل شاعر ربيب من الجن يلقنه الشعر، وهذا معتقد سائد في تلك الفترة. حتى أنهم قالوا أن الشعر هم أن الجن هم أول من قال الشعر، وأن الشعر ليس إلا مسا من 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 الجن. حتى أنهم قالوا أن من بواكير الشعر أن حرب وهو جد أبو سفيان أنه دفن في مكان ما ليس معروفا، وأن جنيا طار فوق سماء مكة وهم لا يرونه، وأنه قال لهم أبيات من ضمنها وقبر حرب بمكان قبري وليس دون قبر حرب قبري، وأن جنا قبل البعثة النبوية كانوا يحومون في سماوات ويهومون في سماوات مكة المكرمة ويقولون كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر. وعندنا احنا هذه البلاد ارتبط الشعر به الخلق، حتى عندي قال لك فلانك مجنون به الشعر، معناه به مس من الجن. وحتى عن اللي انت لو لا يتفخروا بان واحد منهم مرسم يعبروا لك تعبير عن ذاك، كيف مثلا يقولوا عن اسطوره يقولها البعض عن 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 امراه من أهل موريتان أنها جاها جني على 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 شكل إنسي، وأنه سمعها تكرر شار الأشوار أيضا يلا ليانا ولين السمنين يلا ليانا ولين السمنين، وأنه يقول لك أش حق الله تكمانك زهيلك وفيلح في العين يلا ليانا ولين السمنين، وأنها هي وراء لا أحد من الفريق فهم كان ماشين عنده عناك صاحبه الخلق عنده عود ما تريقولها وقمزها انها لين يجيها انها تحسه هو ونعود قريب منهم وتوفى حسسته وتفطن حتى للمنادم اللي يطفلها الفتاة اللي مقبول مقبول الصوت تحكي انه لا صباع تفطنوا الاصباع انهم جبروا وجدوا اصابعه اربعة وان الجن اصابعهم اربعة ليست لديهم ابهام. هم الأسطورة الموريتانية تقول أن الجن في المخيلة الشعبية الموريتانية أن ليس له أن أصابعه أربعة وأن ليس له وكيف يرونه؟ هم هذه تقول الأسطورة، هذه أسطورة طبعا مرتبطة بالبراد والعمل طبعا الجن يتشكلون في صور بشر إلا أنهم حسب الأسطورة الشعبية لا يستطيعون أن يكون فإذا شك في أحد هل هو إنسي أم جني ينظرون الى اصابعه الى اصابعه فاذا ما كثير من الناس مقصوص اصبع هذا ذاك فيه خم فيه خم ذاك داخل ذاك مرب ذاك يا شيخنا فيه خم وتوف وعندما فطنوا لان اصابعه ليست اربعه في الليله القابله اتى واخذ مثلا يقول بعض شي من قناه هو ذاك اللي ما خاسر عليه شيء قاتل ونادمه قاف عقابه فويل حكاش وخارق لك غير أصبعك ما هم 20 مسكون
أعوذ بالله من همزات الشياطين. ضمنت حجاب رقية. غير أصبعك ما ضمنت 20 رقية. مسكون أعوذ بالله من همزات الشياطين. فانصرف عنه. فانصرف عنه. ضمنت الشعر. ضمنت الشعر. طبعا نوع من الرقية. ضمنته فيها وانصرف عنها. فانصرف عنها الجني. نعم. كذلك في التدنيت الغول في القنيدية اللي معروف اللي سمى عليه كر جانب القنيدية اللي هو نوفل اللي قال عنه أنه مثلا نموم الإنس وأن بها مس من الجن أو أنها عشقها جن عاشق وأنه بلغ من غرامها أنه مثلا أنه ما تقابل فصال معها وخلاص اللي ينعقب قاعد تم معها بطريقته لجنة مثلا توف عاد 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 وابو شاشرته وتوف انها خلات منه نوفل هذا ولدت ابن سمي نوفل وانه ولكن الابن للجن وليس للانس الابن للجن نعم هذا فقط اسطوره هو اسطوره اسطوره فنيه لا هو فعلا يصير في بينهم توالد ولكن يكون للجن وليس للانسان الله نعم يكون للجن وان نوفل هذا فاطن له منذ طفولته الاولى أنه تعملق وأصبح عملاقا يصارع ثيران كأنه ومصارع قوي مثلا ما عند حد له شيء تو هاروتو ذوك ورقاش تحاصوا العوام ما زال الشيء وعاد مات مثلا ما تصح معها اتفاق ولا تقعد يسكن مع الإنس فأخذته والدته في مكان قصي عزلت به في مكان قصي وبنت له خيمة قرب بركة ضايع حلو نسميها بالحسانية ضايع وهي بركة قرب بركة وهو يحتسي البركة يشرب البركة أول النهار يشربها كاملة ويمشي قيس مدة ويطيح على مدة ويقبع زايلة ويدقدق مخاخها ويشقمهم ويأكل منها الواكل والآخر يعطيه الوالد ويرقد وعنده تدنيت آلة تدنيت هذه تدنيت خالقها كزمة يقال هو عنده تدنيت واخبطها خبيط ما يقدر يخبطوه به احد بيدي هو من النخله واخواله اللي عاد يخبطها خبيطه النخله وخبيط اللي عاد اللي يصرع فيها ما يقدر حد يصرعه اراد الله بازله انه في طيحاته ذيك شاف طفله من الكوارن قالها فاطمه قالوا لها لاكي خلاص ذهب ان هي مثلا الطفل ذاك القصر كامل قصر الكوارن قالها فاطمه ليلي لا تعودين قالها فاطمه ليلي والله شلا وبيران يقولها فاطمه ليلي فاطمه ليلي هاي عاشقها نوفى ابن الذي هو ابن الإنسي وجيني نعم. وعشقها عشقا مثلا ما لا 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 حق عمره مثلا ما هو عليهم ما وسط فيه وتوفعت واستقطبها وأحبته هي أيضا وقعت في دباديبه وتوفعت متباقين وعادي لين ترى هو لا يجيس عادي لا يشوفها اللي خلاله وعادي لين ترى يجيس فاطمة ليل مشيه يخبط شو مشيه معروف يخبط ردات يقول في طريق ويخبط ردات نوفل العاديات اللي بشاهدهم ومعروف عقبوا شهدهم شهدوا عقبه وقفانه معروفين هو اللي شاعر شاعر وسيت في المجمع ما وسيت معقود الدنيا لون وما هو معقود الله ساعر وسيت في المجيب الدنيا لون وما هو معقود الله تجيب الريح الحمراء من دونه وشاهدوا عند شمديك المدارس معروف مثلا أثناء مشي ولين يوصل لها من أجل أن تفتح المنزل يقول لها فاطمة للي حل الدار أنا جيت هو الشاهد شو هي كلمة سر فاطمة للي حل الدار أنا جيت افتح الباب أنا قادر أنا جيت وفاطنوا له أيضا ويقال إنهم في عهد إمارة أولاد مبارك إحدى الإمارات الموريتانية العتيدة المشهورة بالإباء والفروسية وهي آخر الإمارات الموريتانية والفن ومحتضنة الفن وهي الحاضنة الأولى للفن الشعبي الموريتاني وهي كل شيء بالنسبة لنا وقدوة لكل العرب في موريتانيا وكل موريتانيا أنهم أخذوا أحد فرسان هذه الإمارة الشداء الشجعان وعنده مدفع وهو رامي لا 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 يرمي شيء الا مثلا قصار عمره ما تخبر وتوف انهم داروا له اخذوا حبه من الخرز
خرز 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 نعم الحر طبعا كما تحكي الاسطوره عن مصاص الدماء انا عارف عارف احنا على الشياطين يكتبوا مدى الخرز اشياء لا نعرف ما اذا كانت رقيه شرعيه ام اذا كانت اي رقيه شرعيه لا لا ما لهاش دخل في الرقيه الشرعيه الرقيه الشرعيه خلوا عليها اشياء وحكم فيها من النص قبال وقع ما يقدر شيء يزقل مثلا ما يقدر حد يزقل يعني شعوذة سيقل الناس كامله ما يقدر يزقل وانه حكم فيه من النص وخبطوا وانه دين خبطوا ما قتلوا ذاك الوقت عنه شيء طايح وخبط ردات وتم بعدين طايح طايح لين عقب انفقد ومات وهو عند بليده واركن قال هالراس جاب وينات الراس جاب طراعين بالنعمه واللي كان هو اللي يمشي هو كان قال لهم الراس جاب طراعين هذا بن قادم ما هو ده وكان ترحهم وكان ترح الناس كان وكان اول ان يصول عليهم طبعا هذه القصه زينه حتى ودخل فيها ياسر مش ياسر من الاساطير العالميه والاساطير ايضا هو نوفل انا كتبت فيه قصيده عنوانها نوفل وقاطع احمد دول عبد القادر سابقي انا دلو واستاذ محمد دول الحضانه قاطع طبعا كما تحكي واستاذ ناجي محمد الامام في بعض اشعاره بعض اشعاره بشعر تفعيله ورد نوفل كرمز من رموز الثقافة الشعبية الموريتانية. زين حتى. يعني طبعا هذا نستخلص من القصة الرديتية نستخلص من ارتباط لعفاريت الجن بالجن الموريتاني القديم وبالأسطورة نستخلص منه أيضا طبعا أن الجن كان يتمثل يقولون أن يتمثل إنسان يبدأ عنده إصبع وأربعة طبعا الناس كاملة تعرفوا وكما تحكي طبعا الأسطورة من قال دائما الطافلات ينعدوا على الزيرة عيوت خلق الإنس والجن يخجوا طبعا احنا اللي عندنا عندنا ارتباط وثيق طبعا ارتباط وثيق ايضا بالتربيه تربيه البنت الله يلا تجيب بخور خوف تلتبس الجني وطبعا هذا نوع من التربيه نوع من التربيه هذا ما هو بعيد عن حقيقه هذا قد 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 يحصل نعم التعطف يعني البخور خاصه في اكثر الآن الناس أصبحوا يعتقدون في البخور فيذهبون عند العطارين ويأخذون بخور يقول العطار مثالا يعني يقول العطار بخر العطار أصبح العطار يفتي هؤلاء طبعا طبعا الشعوذة تدخل في العطار وليس إلا عطار هو اللي عطار يخبره العطار يقول له خذ هذا البخور وبخر البيت لمدة 5 أيام أسبوع يروح الجن بينما هو يحط هذا البخور والجن يزيد فالرجل يأتي يقول لك أنا فيقول لك طبعا في نوع إذا كان البخور العادي المعروف عن هذه رائحة طيبة بخور العود البخور المعروف البخور اللي مثلا عندكم الموريتاني الأصيل هذا المعروف البخور المعروف عندنا الطيب هذا لا بأس فيه لكن حتى العطر بعض العطورات بعضهم يتعطر احنا الصقع عندنا قالوا واحد نارنا خاط عليه منتو وجايين البرانيين والشي والبنت عندي عنها لا ما كانت تقبل حتى قالها انت تعطري معناها نهارك العطر اللي يديروا قاع ما هو بتقول طبعا كيف ما قلت لك يدخل في التربيه انه مخيوف عليهم العفاريت انه يلتبس الجني ان قالها ما تتبخري ما تتعطري فهذا طبعا نوع من اسلوب التربيه لدى الشعب الموريتاني الموريتانيين انهم يعذروه للاطفال وللنساء بصفه عامه طبعا تتشكل طبعا الاسطوره وتتشكل الخيال وتداخلاته كثيره قبل شوي انتقل شور الشيخ وعقدت انا قبل اتصالات المشاهدين طبعا الشيخ انا قبل حضرت احدى جلسات الرقيه نعم. عندكم اياك نعود على ارض الواقع اياك نقعد نستنبط ونشوف اثناء تحضيرنا للبرنامج ونشوف اثناء تحضير البرنامج وطبعا شفتك تكلمت مع جني نعم شفت سيده نعم للاسف مسيكينه ملتبسه جني نعم. والله زاد مولي مسحوره وكلمت الجندي يبدو انك فهمتوا بانك كلمت الجني في الحصه امس والله زاد مولي امس نعم امس ونهرت خاطر امراه ونرجع للجني اليوم نعم كيف من درك انا كلامك هون للجني بس من حاله تتكلموا العاد هذا حقيقه من درك انا بس من حاله يتكلم الجني الاول والله هو عاده بالنسبه للجن الجن أنواع من الجن ليس نوع واحد الجن نفس الإنس في القوي وفي الضعيف وفي العاصي وإن كان مسلم وفي اليهودي وفي يعني المسيحي النصراني كل الديانات موجودة فهذه الأخت مسكينة في الأصل هي جدتي وزوجها اللي رأيتها أنت عندنا وقرأنا عليها في اليوم الأول هي وزوجها فطبعا أصيبت بتوتر نوع ما فعادة نحن نقول أن الجلسة الأولى من الرقية قد لا تجيب نتيجة يعني الجلسة الأولى لأن عندك عدد فكثير من الرقاة مثلا يقرأ 5 دقائق 10 وبس وانتهى ربع ساعة فهذه ليست رقية الرقية لازم تكون طويلة كم من حصة أيوة ثلاث حصص والله لا
أنا ما أتكلم عن حصة، هي جلسة واحدة نص ساعة. تمام. فنظرا لأن كثرة العدد موجود فإحنا أخبرناها أن تأتي اليوم الثاني. فلما أتت اليوم الثاني قرأنا عليها طبعا، فإذا بالجان يتكلم ويقول أريد أن أقتلها، أكدها بس كلامه واحد أريد أن أقتلها، وكان يتكلم بلهجة طبعا لهجة شامية.